قال مصدر مفوض من الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس سيحضر ختام محادثات السلام اليمنية الجارية في السويد يوم غد الخميس. وفي وقت سابق استبعد العقيد عسكر زعيل عضو وفد الحكومة اليمنية إلى السويد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن خلال الجولة الحالية من المحادثات.